ترنيمة وعود. ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود، وترنيمتنا اليوم اسمها اديني فرصة يا سيدي أسبحك في أناشيدي. الرب بعت لي كلام ولحن الترنيمة، تستغرب وبقول اديني في الترنيمة، ومع أني مش مصري لكن أكيد تأثرت، لأني بقول في الترنيمة برضو كمان اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك. وسمعت هالجملة وتأثرت فيها كتير، هالصلوة والطلبة من قدس الأب المبارك أبونا مكاري يونان، اللي في هالحلقة بوجه له تحية وبصلي إنه ربي يباركه بسنين خدمة أكتر، وخدمته تمتد أكتر، ونضل نتعلم من هذا القديس المعاصر. أشكر الرب من أجله. دائما بيقول اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك، وحتى عنده ترنيمة مطلعها اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك. حبيت هالطلبة البسيطة العميقة جدا جدا، واللي هي شهوة قلب وطلبة أي إنسان اختبر محبة يسوع المسيح في حياته، واختبر كم صنع الله فيه من إحسانات عبر السنين اللي عاشها. وصدقوني الله يعني بيعمل هيك مع كل الناس، مع اللي بيعرف ومع اللي بيعرفش، لكن يا بخت اللي بيعرف، لأنه بيقدر يشكر على البركات، وبيقدر يشوف البركات، وبيقدر أصلا يسميها بركات. يمكن اللي ما بيعرف يقول حظ وشطارة وأنا وظروفي، لكن أول ما تبدأ تسميها بركات الرب في حياتك بتشوفها بمنظار آخر، حتى بتشوفها تتضاعف بحياتك، ولو كانت قليلة بتشوف تتضاعف. يعني الدخل القليل مع البركة بيوفي كتير، وهي العلاقة مع الله. وفي هالترنيمة أنا هاي طلبتي كمان، بقول له اديني فرصة يا سيدي أسبحك في أناشيدي، وأعظم شخصك وأعليك، وأمجد اسمك يا مليك، واشبع منك واشبع بيك، ما أنت تاج راسي وسيدي. اديني فرصة، اديني فرصة من فضلك، اديني فرصة يا سيدي. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود. Thank you.
سيدي اديني فرصة يا سيدي أسبحك في أناشيدي أسبحك في أناشيدي اديني فرصة يا سيدي اديني فرصة يا سيدي أسبحك في أناشيدي أسبحك في أناشيدي وأعظم شخصك وأعليك وأمجد اسمك يا مليك وأعظم شخصك وأعليك وأمجد اسمك يا مليك واشبع منك واشبع بيك ما انت تاج راسي وسيدي اديني فرصة اديني فرصة اديني فرصة يا سيدي اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك اديني فرصة أخدمك وأغني لك اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك اديني فرصة أخدمك وأغني لك اديني فرصة من فضلك حتى أشكر فيها فضلك اديني فرصة من فضلك حتى أشكر فيها فضلك واهتف كرامة ومجد ليك وأعظم شخصك وأعليك وأمجد اسمك يا مليك وأعظم شخصك وأعليك وأمجد اسمك يا مليك واشبع منك واشبع بيك ما انت تاج راسي وسيدي اديني فرصة اديني فرصة اديني فرصة يا سيدي توبني واسجد بدموع توبة أمامك علمني أثبت بخشوع وعند أقدامك توبني واسجد بدموع توبة أمامك علمني أعبد بخشوع وعند أقدامك قلبي يدوبه ينكسر وعلى كبريائي أنتصر قلبي يدوبه ينكسر على كبريائي أنتصر واهتف كرامة ومجد ليك وأعظم شخصك وأعليك وأمجد اسمك يا مليك أعظم شخصك وأعليك وأمجد اسمك يا مليك واشبع منك واشبع بيك واشبع منك واشبع بيك ده انت تاج راسي وسيدي اديني فرصة اديني فرصة اديني فرصة يا سيدي ملكوتك والعشرة معاك كل أمالي يشهد عن حبك وفيدك ثمر أعمالي ملكوتك والعشرة معاك كل أمالي يشهد عن حبك وفيدك ثمر أعمالي يا بويا بيكفيني شرف أفتح لك قلبي واعترف يا بويا بيكفيني شرف أفتح لك قلبي واعترف واهتف كرامة ومجد ليك
وأعظم شخصك وأعليك ومجد اسمك يا مليك. أعظم شخصك وأعليك ومجد اسمك يا مليك واشبع منك واشبع بيك. ده انت تاج راسي وسيدي اديني فرصة اديني فرصة اديني فرصة يا سيدي اديني فرصة يا سيدي اديني فرصة يا سيدي. أسبحك في أناشيدي أسبحك في أناشيدي وأعظم شخصك وأعليك ومجد اسمك يا مليك. أعظم شخصك وأعليك همجد اسمك يا مليك واشبع منك واشبع بيك. ده انت تاج راسي وسيدي اديني فرصة اديني فرصة اديني فرصة يا سيدي اديني فرصة يا سيدي اديني فرصة يا سيدي اديني فرصة يا سيدي. أمين أمين. أشكرك أشكرك لأنك تعطي فرص لأنك بتتمهل علي كتير وبتاخدني على قد عقلي وبتطول بالك علي. أنا بشكرك بشكرك. أعطينا يا رب أنا وإخواني وإخواتي اللي بيشاهدوني إنه فرص نمجدك فيها أوقات نشهد عن اسمك القدوس ونسبحك ونمجد اسمك دايما وين ما نكون. قبل ما أترككم بودعكم مع تقسيمة عود وبصلي الرب يبارك حياتكم بفرص تشهد عن مجده وعن عمله في حياتكم. في اسم المسيح بصلي آمين. ترنيمة وعود.